اللقطة الدقيقة أنه الله ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله. نعمة الماء وحدها لو أمضيت كل العمر في فهم خصائصها لا تنتهي. الآية فيها ملمح دقيق، وإن تعدوا نعمة، لو قال نعم الله يعني معقولة، أما نعمة واحدة الماء، نعمة مثلا العين، العين ترى كل شيء فيها. لماذا في عينان؟ في بعد ثالث، لا يمكن لإنسان أن يضم إبرة بعين واحدة، لا يدرك العمق، في عمق بالتنتين في عمق صار، في بعد ثالث. لو ذهبت تكشف خصائص الإنسان والله لا أبالغ، لو أمضى الإنسان كل عمره ما انتهى هذا الشعر. ما في أعصاب حس، لو في أعصاب حس كل حلاقة بدها عملية جراحية تخدير كامل. العين آية، الشم آية، الفم آية، الأسنان آية، الهضم، شكل الإنسان، قوام الإنسان، أجهزته. والله لا أبالغ لو أمضينا العمر كله في اكتشاف خصائص الإنسان لا ننتهي. هكذا بلا إله الحياة، معاذ الله، حاشا لله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟